السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم خوتي هو التبهديل اللي ماناش هنحبسو منه، يعينا من التبهديل وتبهديل ماهوش عيخطينا. قلنا لتبهديل روح قينا، قال ما نقدرش نقيلكم. كيفاش نقيلكم وعندكم زدشي وبهلول في الاتحادية؟ كيفاش نقيلكم وعندكم افشل اتحادية منذ الاستقلال؟ قالكم الله غالب ما نقدرش نقيلكم، انا لاصق فيكم، التبهديل ما حبش يخطينا. اليوم يا خوتي اطلت علينا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بماذا؟ اطلت علينا بمنشور ولا ببيان، باش الناس فهمنا، ببيان كومينيكي كالعادة. هذا الكومينيكي اتكلموا فيه على انه بهلول عمار بهلول عضو في المكتب الفيدرالي اثناء انعقاد الجمعية اجتماع الاتحاد العربي في ابوظبي، وانا هذه المعلومة للامانة كانت عندي جمعة صباح، هذه المعلومة ما حبيش نتكلم عليها، قلت يعني حاجة ما تتطلبش، بصح هما داروا من الحبة قبة وكبروها وضخموها ونساو المشاكل الرسمية ونساو باللي رم هما ناس مش شرعيين وناس مزورين، ونساو باللي القضاء راه فتح تحقيق فيها عليهم والدرك الوطني فتح تحقيق عليهم. هذه ما يديروش فيها كومينيكي، ما يديروش كومينيكي على ملف ولد زميرلي اللي ما قدروش يبعثوه، ما يديروش عليها كومينيكي، يديروا كومينيكي على اللي يفضحهم، يديروا كومينيكي على اسيو اللي قال لهم باللي سولي ما قدرتوش تشروها، يديروا كومينيكي على روروا اللي عطاهم صفاحهم، يديروا عليه كومينيكي. هذه يقدروا يديروا عليه كومينيكي، بصح باش يديروا كومينيكي على فضائحهم ما يديروش. بشير ولد زميرلي ما دارولناش كومينيكي على الفضيحه اللي داروها، ما يديروش على الفساد، هذا ما يديروش على قضيه الكراس، ما يديروش على قضيه الفندق نتاع غامبيا، ما يديروش عليها هذه، بصح يتكلموا على اللي يفضحهم يتكلموا عليه. اذا خوتينا المعلومه جات بالجمعه الصباح باللي يا ولدي في الاجتماع جاء بهلول عاقب باش يصافح واسمه الحاج محمد روروا، ما صافحوش وصفحوا، قالوا لا سلام لا كلام. السبب هو الرئيسي والسبب الواحد والوحيد انه بهلول معروف في الاتحاديه هذه تشيت لسيدها لقجع، هما يشيتوا لسيدهم لقجع، راحوا لقجع وراحوا من بينها راحوا المغرب وتونس، لكن هما راحوا للقجع وقالوا له بلي روروا فيه وفيه منشروا، يعني قطعوا منشروا روروا لدى المغاربه والتوانسه وبالاخص سيدهم لقجع. وصلت المعلومه لروروا، اي انسان ما يقرضهاش، عاد منشرني ولا عاد قابلني ولا فيك ذره الرجوله، ارواح اون فاس 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 وواجهني والله كي العسل، بصح باش تمنشر فيا وتقطع فيا قدام اعدائي ولا قدام الناس اللي ما تفهمش معاهم وقدام البرانيه، مش معقوله هذه، هذه ما يتقبلها حتى بشر. انا رصدتش الان ونعترف افشل رئيس اتحاديه، بصح عمري لم افكر اني نروح المنشر زدشي في تونس ولا في المغرب ولا قدام ناس برانيه، يبقى هذا خلاف داخلي، يبقى جزائريين داخل ما بين الجزائريين، يعني خلاف جزائري محض. انا ما نتفاهمش مع زدشي ولا ما يعجبني زدشي، ما نروحش منشر فيه في تونس ولا في المغرب ولا في اي دوله ولا في مصر، ولا رغم انه فاشل وراه في رئيس اتحاديه، بصح ما منشروش. شوفوا البيان هذا انا واش عجبني فيه، قال لك كوني بور سا ساجيس اي سون ماشي عبالينا سون برودة، يعني ساجيس سون سونغ فروا، يعني سون فروا يعني برودة وحكمة واسمه عمار بهلول، معروف يعني بحكمته وبرودة أعصاب، يعني ما حبش يرد على الاستفزاز،
حتى لا يشوه صورة الجزائر. عم يتكلموا هنا على صورة الجزائر وكذا، قال لك بور ليماج هاي بور با ترمي ترنير ليماج دو لالجيري، ليماج دو لالجيري يعني بصورة الجزائر بحضور الشخصيات والرياضية، هاد الشخصيات الرياضية وكذا في العالم في العالم العربي. يعني بهلول حب ما حبش تشوه صورة الجزائر، وبلاه ما حبيتش تشوه صورة الجزائر لما رحت لسيدك بتاع لقجع مروكي لقجع، ورحت قلت له ها وش فيها وش فيها روا ما نشرته، وما نشرته في في, في 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 تونس ها، وما نشرته لدى التوانسة ولدى المغاربة وخاصة لقجع. علاه ما خممش على صورة الجزائر هذه؟ ما تخممش على صورة الجزائر، ما تخموش فيها. بصح كي يعطاك من الصقلعة وراها وصفعكم عدتوا دوكا تكلموا صورة الجزائر، الجزائر بريئة منكم، انتم تبيعوا الجزائر، تبيعوا للجزائر عشان الكرسي. جاي دوكا تهضر لي على الجزائر، غير خلي الجزائر اكوتي برك، كنتوا تخموا على الجزائر ما كنتش تنشروا الراجل قدام المباركة والتوانسة. اخي راهو جزائري، انا قلت لكم مزاتش ما نشروش قدام المباركة والتوانسة، يبقى جزائري. بصح انتم هاي الاخلاق نتاعكم، وهذا ظهر عليه راهو جايكم من لهنا، راهو حاصلكم من لهنا. شكون اللي كلم عرامه قال له قول باللي صدش يعاوننا؟ وشكون اللي كلم عرامه قال له ما تقولش باللي راهو هو اللي يعاوني؟ معليش خلوها برك، المهم خلوها برك. معليش انا الشيء اللي مدوخني، خلينا من البيانات، راه هذه فاف هذه لا غالب فاف تاع ردة فعل برك، اتحادية ردة فعل هذه اللي يفضحها تدير له بيان، بصح فضايحها ما تهضرش عليها. انا واش دوخني قناه نتاعهم الناطق الرسمي نتاعهم هي النهار الناطق الرسمي بقى بالفاف، واللي اعلنت ديريكتوم وكره الروروا وتحارب الروروا، واللي يتكلم اي كلمه خير ولا كلمه حق الروروا تهاجم. هذه يا لاشا قالت لكم بلي راهو صد شي قصف، مش قصف صد شي روروا، ودارت ندى الاتحاد الجزائري كرة قدم بالتصرف الذي بادر من رئيس رور الفاف وطاطا محمد روراوا والتجار عضو مكتب فيدرالي عمار بالور نشر الطاب. انتم سمعتوا الطرف؟ اسكو سمعتوا الطرف الثاني؟ انا قاضي مع نحكم ثم نحكم بسمع بهلول انت صحيح خلاص اي روراوا دخلوا الحبس، وراح طرف ثاني. لا ما سمعوش الطرف الثاني، رغم الطرف الثاني اوه هارب عليكم وانت لعبوا وين تلعبوا؟ اشتد الصراع، تصرف حقير، واللي منشر الرجال في عند المغاربه والتوانسه وعند سيدهم لقجع واش سموه هذا التصرف؟ تصرف رجولي، شباك تصرف رجولي. نزيد لك النهار اللي انت الناطق الرسمي باسم الفاف وماذا بيك صدش يبقى 100 عام وما يروحش، لانه هو اللي جابوه، هما اللي رمحه في اللي هما اللي فتحوكم القناة نتاعكم، هذا الشيء معروف. وانتم ماذا بكم يبقى النظام السابق، وانتم اصلا من الاول كنتوا ضد الحراك وقلتوها صراحة، قلتوا هذا احتجاج وعنف، ورحتوا تكاميريو رغم ان المظاهرات سلمية، رحتوا تكاميريو بعد المظاهرات والاهداف، يعني انتم الكاميرا تاعكم قبل ما يصرى المشكلة، قبل ما تصرى تصوروها احداث العنف، قبل ما تصرى تصوروها، يعني باللي راه هنا علامات استفهام، يعني انتم تديروا في العنف. هذه الأولى. ثاني حاجه هذا للتاريخ، كاين بعض الصحفيين اللي يعرفوها القضيه هذه، الشرفاء يعرفوها، انه الفالتينو كلم روروا بعد انتخاب زاتشي واستفسر على الانتخاب واستفسر على خساره روروا، نفرضوا احنا نفرضوا خساره ما كاش خساره اصلا بالتصوير، جاوب بالتصوير ويعرفها العام الخاص ما علينا. واش قال له روروا؟ ما قالوش باللي السلطه دخلت ولا السياسيين دخلوا ولا الوزير دخل ولا تصوير، قال له كلش تبا بيامشى عادي، وقال له عادي انا خسرت يعني عادي نورمال. هذه للتاريخ باش تعرفوا برك باللي روروا يخمم على بلادو، كان قادر يقول له غير حاجه برك شبهه ولا ترافيك ولا زوروا ولا داروا باش ما تعاقبش الجزائر وما تعاقبش المنتخب الوطني، وما يقولوش باللي روروا خسر وحب يخسر الجزائر ويكره الجزائر. حبا في الجزائر التزم الصمت، ما قالوا ما كان والو، قالوا كلش مشى عادي. هذه للتاريخ برك، اللي روروا راكم تكرهوه يا النهار ومن بكري تكرهوه، بصح حاول التاريخ، هذه للتاريخ ما علينا يا النهار.
لا السي عمار بهلول، انت تقول باللي راه راه طامع في منصب الكاف وماذا به ما يشوفناش حنا ندو منصب الكاف على ديك راه يهاجم فينا ودرنا هذه اللقطه غير اخلاقيه، ما حبش يصبح يتصافح معانا وقلنا لا سلام لك هلا. صح، شكون اللي عنده منصب في اللجنه الماليه في الفيفا؟ زاتشي ولا روروا؟ شكون اللي نائب رئيس الاتحاد العربي؟ زاتشي ولا روروا؟ وشكون اللي اكبر، الكاف ولا الفيفا؟ فهمت يا بهلول؟ روروا كون جا عينو في منصب في الكاف مش يطلب حتى يدير الجلسه دي، عنده منصب يكفيه، عضو اللجنه الماليه ولا مسؤول، مش حتى عضو، مسؤول في اللجنه الماليه في الفيفا، هذا زيد يهبط النيفو نتاعو ويروح لك للكاف، يروح لك لابوست. هو كان حاكم سنوات وسنوات وسنوات في اللجنه التنفيذيه في الكاف وفي اللجنه التنفيذيه في الفيفا، كان حاكمها سنوات، يهبط النيفو نتاعو هو، يعني تعقل يا خاوتي، واحد كان درك راه في الفيفا يهبط النيفو نتاعو، واحد نائب رئيس الاتحاد العربي يهبط النيفو نتاعو، باش نكونوا واقعيين، كي نديرو التحليل نديروه على منطق. وتحليل بناء. هذا من الناس لما اثبتوا الفشل نتاعهم وعرفوا بلي الناس مزورين وناس ما جاوش على اسس قانونيه بداو يهاجموا في روراوا وكذا وديروا الروراوا باش روراوا كيما نقولوا حنا يوجهوا للناس يوجهوا الخلاف نتاعهم والفساد نتاعهم بالروراوا باش الناس تنسى على تنساهم. واحد ما ينساكم يا بتروحوا كاع وتتحاسبوا كاع، انتم جزء من المنظومه الفاسده، انتم المنظومه الفاسده الكرويه بذاتها منكم جزء. نفس الشيء قناه النهار، نفس انتم كامل لازمكم تروحوا كاع وتتحاسبوا كاع. الحراك قال لكم تروحوا ما دير لي فيلم روره ولا والو، فيلم روره وانتم اللي بديتوه، تروحوا تمنشروا في الراجل عند المراركا وعند التوانسه وعند سيدكم لقجع، اذا رده فعل طبيعيه من روره تسبني تهاجم ينهاجمك، ولا عندكم الرجولية روح قابلوا الروراوة وشتموا ولا سبوا، علاه راك تمنشر فيه عند المروكي ولا عند التونسي ولا عندها حتى معنى؟ هذه تبين لكم الاتحادية، والبيان يبين ماليه، البيان يبين هذه الاتحادية كيف راه تمشي. في الأخير خلتي ملاقاتنا مع ما اسمنا فيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.